بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذه تراميل بي 3008 فيها ضوء السوف، يعني ضوء الفرامل ما يشتغلش. شوفوا مع بعضنا، أنا دايس فرامل توا ما فيش ضوء خالص. فما مثلا ضوء العادي فما موجود، ضوء الفرامل ما فيش. أو مش نحاولوا نشوفوا السبب منين. احنا شكينا في اللمبة، باش نفتحوا الضوء من تالي باش نشوفوا شنو كيف نجمو نبدل اللمبة نتاعو. عندنا هذه هنا في التراميل بيت هذيا، فما قطع يغطي على البنات، نفكوا هذي هذي شفتو هذي كله فكوه، هذي نفكوه باش نجمو ندخلوا للضوء الفروش. هنا الفروش عندنا زوج بنات فتح عشر، كذلك نفكوهم. عندي واحدة نجبدو الضوء متاعنا. نسيت عليه بشوية نجبدوه. عندنا هنا عندنا زوز أقراف اللي هما هاذوما، نعملهم هكا باش نجمو نحلو الفروش زول فوق. وعندنا هدية حمرا، هدية من هنا حمرا، هدية من هنا، وعندنا واحدة في النص، وعندنا واحدة من تالي كيف منا ومنا. نصبوهم كلهم بالواحدة بالواحدة ونجبو. هذايا فكينا، هذوما اللمبات تاعنا، هذوما نتوما نزيدو نشوفو نحركوهم. شوفو نثبتو ساعة فمش، هاذي محروقة، هاذي محروقة، اللمبة محروقة. نزيدو نشوفو نثبتو ما يصيرش، نثبتو فيهم نركبوها ونثبتو فيهم يشعلو ولا. لازم نغيرو اللمبة. جبت انا لمبة معي لان شكيت ان اللمبة محروقة، باش نركبو اللمبة جديدة. اللمبة نتاعها خاصة يعني فيها سنون، يعني واحدة اعلى من واحدة، شفتوها يعني واحدة هذي اعلى من واحدة، مش كي اللمبة العادية. اللمبة العادية ما تركبش، يعني مسمار اعلى من مسمار، يعني لمبة خاصة. نحطوها ومن هكا باش تقابلني ونجربو ننزلو على الفرن. هذه العملية الحمد لله نجحت. المشكل انه هو مشكل في اللمبة محروقة، عملية سهلة وبسيطة ومفيهاش. نرجعو الضوء تاعنا زي ما كان، الترجيع متاع سهل مش صعيب، كله يدخل بعضه. بعض
ورجعوه في المكان. عندنا زوج أماكن ندخل فيهم يجي مكان مضبوط. عندما هي هيك مدلنا ما كملناش ركبنا نزيد نجربوا نزع الصوت كذلك بركي فرد مرة. الحمد لله هذا الصوت يمشي، هذا يباز، هذا كناتاء كلهم يمشوا لا بس هذا الصوت. كم نسكروا اللي فكناه الكروات في الكبس نكسر شوية مش برشا خاطر بلاستيك مش برشا. ونرجع نقطة متاعنا اللي هو فكينا هذا عنده حتى هو أماكن يدخل فيها رد بالنا منها باش نرجعوه في مكانه صحيح. هكا نكون غيرنا ضوء الفرامل نتاع 3000 مللي. ان شاء الله العملية تنفعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.